باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أكلمكم النهاردة على المحبة لا تظن السوء. بولس الرسول لما كلمنا عن صفات المحبة في أصحاح كامل، واحدة من الصفات دي كانت المحبة لا تظن السوء. يعني ايه لا تظن السوء؟ جميعنا بنتعرض في علاقاتنا، سواء العلاقات الأسرية بين الزوج والزوجة او بين الفرد والأولاد او العلاقات الأخرى العائلية الأخرى او الأصدقاء، فكتير من الأوقات تصدر من الآخر بعض التصرفات اللي احنا ممكن نشوفها على انها ضدنا او على انها مش مظبوطة او بتخبط في داخلنا في نقط ضعف جوانا فبتثرنا وبتضايقنا وممكن نتضايق، وسواء احنا عبرنا عن هذا الضيق بطرق منظورة او غير منظورة، سواء كان الضيق داخلي او الضيق خارجي. وهنا بولس الرسول عايز يحطنا في صورة انه المحبة لا تظن السوء. فازاي اخد هذه المشاعر واحولها الى استعلان للمحبة؟ ودي طريقة الحقيقة صعبة جدا، لكن محتاجة مننا نوع من الوعي علشان نقدر نفهم يعني ايه المحبة لا تظن السوء. يعني مختصر كده تحويل فكر الإدانة الى فكر المسيح، وده بيحتاج لعدة مراحل حطيتها لكم في خمس دوائر ممكن الإنسان يدخل فيهم، ولو كل دائرة منهم فهمناها نقدر ناخد الدائرة اللي بعديها. فأول دائرة هو رد الفعل السريع المربوط بالمشاعر، مربوط بالذات، مربوط بإدانة، مربوط بهجوم على الآخر. واحد عمل حاجة ضايقتني فعلى طول بدون تفكير برد الإساءة بإساءة أخرى، أو ممكن أخذ هذه الإساءة داخليا وابتدي في الإدانة الشخص ده، حتى لو كان أحب الناس إليك، حتى لو كان واحد من أفراد الأسرة اللي انت بتحبهم، ولكن الإساءة خبطت في الإنسان. فالدائرة الأولى هي دائرة استعلان الذات، واستعلان الذات هنا بيخلي الإنسان يدخل في سواء عنف داخلي أو عنف خارجي. سواء العنف الداخلي ده عبارة عن انه انا بشوف انه ده انسان غلطان وبحكمي عليه بيبقى قاسي وبدين، وممكن ابتدي بقى اتكلم عليه او اتكلم مع حد تاني. ممكن بتوصل انه اب يمسك ابنه ولا بنته ويقول له شوف ماما عملت ايه، او ام تعمل نفس الحكاية، او يشوف اخواتك شوف مش عارف مين. فهي بتبقى عبارة عن دايرة بيدخل فيها الإنسان إنه في عنف، في انتقام، في أنا، وهي الدايرة دي أنا بسميها استعلان الذات. ذات الإنسان بتكبر فيه ويبقى كل اللي شايفه هو نفسه، وهنا بيحصل العنف، وهنا بتحصل القسوة، وهنا بيحصل التعدي على الآخرين، وهنا بيحصل الغلط في الآخرين، وهنا بيحصل الهجوم والغضب والانتقام وكل شيء رديء.
هي دايرة، والإنسان إن فضل في الدايرة دي هيفضل ينمو فيها، ومن عنف إلى عنف، وبيزداد العنف سواء العنف ده كان عنف داخلي أو خارجي. الدايرة التانية اللي ممكن الإنسان يدخل فيها هي مشابهة للدايرة الأولى ولكن موجهة ضد النفس. يعني الدايرة الأولى كانت موجهة ضد الآخر، عنف ضد الآخر، إدانة ضد الآخر، ليه عمل كده. الدايرة التانية فيها نفس الصورة ولكنها موجهة ناحية النفس، فيها استعلان لدور الضحية. يعني يبدأ الإنسان يفكر في نفسه كده إنه أنا صغير عشان كده بيستهينوا بيا، ويحصل فيه ملامة للنفس. الإنسان يبتدي يلوم نفسه، وأنا لو ما كنتش عملت كده ما كانوش عملوا كده، ويبتدي يشك في نفسه ويستصغر نفسه، ويبتدي يفقد الرجاء في العلاقة، يفقد الرجاء في الحياة، يفقد الرجاء في الفرح الداخلي. وفي الحالة دي بيبقى كل حاجة حوالين هذه الدايرة هي قاتمة جدا، لأنه الإنسان بيوصل بعديها لأنه ييأس من نفسه ومن حياته ومن الناس اللي حواليه كمان. وبالتالي هنا في الدايرتين دول، سواء الدايرة اللي فيها استعلان الذات أو دايرة دور الضحية، الاثنين في فقدان للمحبة. ويمكن ما يكونش السبب قوي للدرجة دي انك تفقد المحبة، ده ممكن يكون مجرد كلمة، مجرد عمل، مجرد إيماءة، مجرد حاجة انت مش واخد بالك منها، ما فهمتهاش بنفس الطريقة. لكن استعلان الذات بيبقى قوي جدا، ودور الضحية بيبقى قوي جدا. علشان كده الإنسان العاقل اللي بياخد خطوة ويدخل في الدايرة الثالثة، الدايرة الثالثة هي دايرة محورية، هي دايرة التوازن أو دايرة ضبط النفس، اللي فيها الإنسان بيدخل في دايرة إنه يبتدي يحلل الكلام اللي اتقال في ضبط نفسي، ياخد نفس عميق، يدخل جوه نفسه ويضبط نفسه ويقول ايه، طب مش يمكن، طب الظروف دي ايه، طب الظروف دي ايه، ويبتدي يحلل ويفكر بتفكير هادي، وياخد نفسه كده على جنب. ومفيش مانع ابدا ان الانسان ياخد فترة هدوء مع نفسه، قد تكون دقائق أو قد تكون ساعات، كل واحد مننا بحسب مقدار التعامل مع النفس ودراسة نفسه هو بيقدر يعمل ده إزاي. لكنها هي دايرة محورية، دايرة ضبط النفس، أنا بضبط نفسي إن لا ألوم نفسي ولا ألوم الآخر قبل ما تحقق من الهدف والقصد الحقيقي للمؤثر الخارجي، المؤثر الخارجي اللي هو كلمة أو إيماءة أو ما إلى ذلك، اللي أنت زعلت منه، اللي أنت حسيت أنه الآخر ده بيهينك أو بيزعلك. وهنا دي بتبقى زي نقطة تحول ما بين أنه يا إما بتاخد قرار في هذه المرحلة، يا إما بترتد مرة أخرى إلى الدائرة الأولى والثانية، أو إنك بتاخد قرار إنك تاخد مرحلة أخرى، الدائرة الرابعة والخامسة. فالدائرة الثالثة دي هي دائرة ضبط النفس، تضبط نفسك. وضبط النفس دي موهبة، ثمر من ثمار الروح القدس، إن الإنسان يقدر يضبط نفسه، ياخد كده المؤثرات في هدوء، ويبتدي يسأل نفسه ليه، وهو فعلا قصده كده، طب وليه يقول كده، طب ايه الظروف المحيطة بينا، طب ايه المؤثرات اللي خلته يعمل كده،
ويبتدي الإنسان يسأل نفسه عن حاجات كتير قوي على الظروف المحيطة بهذا الحدث. مجرد انك ابتديت تفكر بهذه الصورة، المشاعر السلبية اللي انت بتفكر فيها تبتدي تهدى. هي كل الأمور انك ما تتركش الفرصة للمشاعر ان تسود في نفسك. المشاعر دي عبارة عن ايه؟ زي دخان بيطلع من الداخل يعمي العقل، يعمي التفكير. فانت كأنك بهدوء بتبعد بعيد شوية عن هذا الدخان اللي طالع من جواك، علشان تدي فرصة لنفسك انك انت تقول هفكر بطريقة منطقية. هي اعمال العقل وتحكيم العقل فوق المشاعر، يعني سيادة العقل على المشاعر، وعشان كده احنا بنسميها نقطة ضبط النفس. تضبط نفسك انك تعمل اي نوع من رد الفعل علشان الانسان يبتدي يوزن الامور، يا يرجع للدائرة الاولى ملامة النفس او ملامة الاخر، او انه يبتدي يتحرك الى الامام ويبتدي ياخد التغيير الايجابي في هذه الدوائر. نخش في الدائرة الرابعة اللي هي ايه بقى؟ هي تحويل المشاعر والعقل الى المبادئ السامية. يعني هنا انا بدخل كل مؤثر جوايا واروح مدخله في دائرة المبادئ والمعتقدات السامية اللي انا اتعلمتها طول عمري. يعني الموضوع بقى ما بقاش عقل منطقي فقط ولا مشاعر تسود فقط، الموضوع هنا بدخل في نطاق المبادئ الإنسانية العليا. ابتدي افكر نفسي ان هناك مبادئ طبيعية انسانية انا اتعلمتها من طفولتي، وبقول انا لازم هذه المبادئ اعيش بيها. فبالتالي هنا انا باخد المشاعر دي واثارها السلبية واحطها في حدود داخلية، عشان هذه الحدود الداخلية ابتدي ازقها علشان تدخل جوه قالب. هذا القالب هو قالب المعتقدات الأصيلة اللي عايش بيها أو اللي بؤمن بيها، وديها السيادة. يعني في المرحلة الثالثة أنا أديت السيادة إلى العقل، في المرحلة الرابعة أنا بدي السيادة للمبادئ. عشان كده لما بنشوف المعتقدات، مجموع المعتقدات اللي احنا بنعيش فيها، بنلاقي ايوه في معتقدات لاهوتيه جميعنا نؤمن بيها في كنيسه واحده وبنقول قانون الايمان مع بعض، لكن هناك معتقدات ادبيه المسيح علمها لنا. ولما تشوف مثلا هذه المعتقدات الادبيه، ادبيه يعني اخلاقيه، يعني التصرفات الاخلاقيه، فالمعتقدات الادبيه اللي بعيش بيها اللي انا اتعلمتها من طفولتي، وبالذات واحنا كلنا صغيرين حفظنا الموعظة على الجبل وموجودة معاكم دايما، فالموعظة على الجبل بتحطيلي شوية معتقدات أدبية بجانب المعتقدات الأدبية اللي أنا اتعلمتها في الكنيسة من واحنا صغيرين، زي محبة الأعداء، زي محبة الآخر، تحب قريبك كنفسك، من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، من قال لأخيه رقى فهو مستوجب الحكم. أبتدي أفكر نفسي بالمبادئ الروحية الأساسية، وهي مبادئ أدبية مجتمعية، علشان أقدر أوصل بيها إلى أني أدخل العقل ودخل المشاعر إلى
دائرة المبادئ. وهنا لو قدرت بتعمل ده بتلاقي نفسك انك بتاخد الحدث او المؤثر الخارجي اللي فيه انسان ضايقك، وبتبص تلاقيك انك انت بتحطه في ميزان مختلف تماما عن ميزان العقل، ومختلف تماما عن ميزان المشاعر، وبتلاقيك بتحطه في ميزان اسمى واعلى، هو ميزان المبادئ الإنسانية العليا أو المبادئ المسيحية الأدبية اللي اتعلمناها كأساس للتعامل. كل ما أردتم أن يفعل الناس بكم فافعلوا بهم أنتم أيضا هكذا. دي الآية الذهبية في التعامل مع الآخر. وابتدي بقى هنا أقول إيه، طب لو أنا بقى هطبق هذا المبدأ، طب يعني لو انا غلطت مش هحتاج ان هو يغلط يسامحني برضو او يتفهمني او حتى بس يسمعني. وهنا يبتدي الانسان يهدى ويحط المبادئ، وبالتالي بتطلع مش كل المبادئ بتطلع مرة واحدة، لكن بيطلع مبدأ من المبادئ اللي احنا اتعلمناها من واحنا صغيرين، بيطلع بيبقى هو الواضح في حياتي، هو الواضح في هذا الموقف، علشان ألاقي العلاقة ما بين المبدأ أو المعتقد اللي أنا بعيش فيه وما بين المؤثر الخارجي اللي هو المضايقة اللي أنا اتضايقتها. يعني معنى كده أنه لو أنا عندي معتقد داخلي خاطئ، هبص ألاقي نفسي انه انا بوزن بميزان خطأ. يعني مثلا لو عندي مبدأ داخلي، معتقد داخلي، عين بعين وسن بسن، معتقد، هلاقيني هوزن المؤثر الخارجي على اساس انه مبدأ عين بعين وسن بسن، وبضطر في الحالة دي يبقى هو قال لي كلمة انا هقول له كلمة. وساعات احط مبدأ بقى اكتر من كده، لا ده مش عين بعين وسن بسن بس، ده البادي اظلم، وابتدي بقى يعني يبقى هنا يكتر. لكن هو مبدأ، علشان كده ما بنقدرش ننتهي على هذه المرحلة او هذه الدايرة فقط، لانك لو انتهيت بهذه الدايرة فقط كتير من الاوقات معتقداتنا الداخلية تحتاج إلى إصلاح. وهنا فايدة هذه الدائرة إن أنا بدخل مرة أخرى إلى داخل نفسي وأشوف المعتقدات اللي أنا بؤمن بيها، هل هي معتقدات تتفق مع الحياة الأبدية ولا لا، تتفق مع مبادئ المسيح ولا لا. فهنا دي بتبقى فرصة للعلاج الداخلي. يعني معنى كده ان انا بشوف الفايدة من المؤثر الخارجي اللي جه عليا ان حد ضايقني، واخد هذا المؤثر وابتدي ادخله في المعتقد، وهذا المعتقد ببتدي اشوف انه هو ده معتقد سليم ولا لا، واشوف هذا المعتقد هو انا بحب استمر فيه ولا محتاج ان اصلحه. فبالتالي هنا مرحلة وزن المبادئ هي مرحلة هامة جدا، وكلنا نحتاج كل يوم ان احنا ننمي ادراكنا للمبادئ السامية او المعتقدات الادبية اللي بعيش بيها الان. مش كل انسان قال انه انا مسيحي له معتقدات ادبية تتفق مع مبادئ المسيح. فنحتاج كل يوم إلى هذه العلاقة، إنه في حد يديني مؤثر خارجي، صحيح بتضايق بتألم، ولكن لو أنا دخلت في الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وابتدي أوزن مبادئي وصلحها وأوزنها على مبادئ المسيح، وأجيب آيات من الكتاب المقدس
واروح حاططها على هذا المبدأ واشوف هل هذا المبدأ اللي انا بعيش بيه يتفق مع مبادئ المسيح ولا لا. وهنا الانسان يبتدي يفكر مش بس في المؤثر ده، انا ابتديت احول التفكير الى اصلاح نفسي، نمو نفسي، فاصبح المؤثر الخارجي ده فايدة كبيرة ليا. فابتدي بدل ما انا اقول انا متضايق منه ببتدي افكر واقول اشكرك يا رب ان المؤثر ده دخل بهذه الصورة علشان ينور لي جزء من حياتي اللي محتاج اصلاح. وهنا انا عملت تغيير لهوية المؤثر الخارجي، تغيير، انا غيرت بدل ما انا حاطه في صورة انا متضايق منه ودي اهانة، وحولته من فكر الاهانة الى فكر الفايدة. المؤثر للاصلاح، مؤثر للنمو، مؤثر للكمال. وبالتالي هنا اتغيرت بقى نظرتي لهذا المؤثر، وبالتالي بتتغير نظرتي لمين؟ للي عمل هذا المؤثر. فبدل ما انا بقى ببقى متضايق من الشخص اللي عمل كده فببتدي بقول ايه، انا يعني صحيح هو ضايقني بس انا بشكر ربنا انه هو عمل كده علشان خاطر انا ابتدي اصلح من نفسي واخد تعميق وتجذير جذور للهوية الأصيلة بتاعتي والمعتقدات السامية التي هي في المسيح. وبالتالي هنا بروح واخد ده وداخل بيه على الدايرة الخامسة، والدايرة الخامسة هي استعلان فكر المسيح. استعلان فكر المسيح، يعني ابتدينا في البداية استعلان الإدانة، وانتهينا دلوقتي في الدايرة الخامسة إلى استعلان فكر المسيح، وابتدي أشوف ما هو فكر المسيح. فكر المسيح زي ما قال لنا بولس الرسول، لا يرضي كل واحد منكم ما لنفسه فقط بل ما هو للآخر أيضا. أروح واخد الآية دي وراح حاططها كده قدام عينيا، لا يرضي كل واحد ما لنفسه فقط بل ما هو للآخر أيضا. ويبتدي بولس الرسول يكملها لنا ويقول لنا فيها كده ايه، ليكن فيكم هذا الفكر الذي هو في المسيح ايضا، الذي وهو في صورة الله لم يحسب اختلاسا ان يكون مساويا لله، ولكنه اخلى ذاته اخذا صورة العبد، واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. وابتدي مش بس اقف لغاية هنا موت الصليب بس، لا هكمل، هكمل عشان اشوف النتيجة اللي ممكن هتعود عليا كصورة المسيح. النتيجة كانت ايه؟ لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم المسيح كل ركبة، مما في السماء ومما على الارض ومما تحت الارض، ويعترف كل لسان بان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. أروح حاطط بقى صورة المسيح، فكر المسيح، إخلاء الذات، وابتدي أطبقه بقى هنا. ده أنا قلت عايز أعمق نفسي وعايز أدخل في المبادئ بتاعتي، وأروح داخل في الدايرة الخامسة اللي فيها بقول طب أنا عايز أفهم هو عمل كده ليه؟ لا يرضي كل واحد ما لنفسه فقط. أنا ابتديت قلبي يتغير من الإدانة أو ملامة النفس أو ضبط النفس إلى تعميق المبادئ الأساسية، إلى تحويل هوية المؤثر الخارجي إلى صورة إنقاذ وتعميق واستنارة، إلى أن أرفعها، أن أتحنن من جواي عليه. لاحظوا هنا المشاعر ابتدت تتغير من مشاعر غضب الى مشاعر تحنن. اتحننت عليه، قلبي حن شويه لايه؟ مش يمكن هو قال كده علشان في صوره اخرى. وهنا يبتدي التواصل،
التواصل يعني ايه بقى؟ ابتدي انا انزل اليه، اخد صورة هذا الانسان اللي ممكن انا اتعلم منه واروح اوصل اليه عشان اتنازل واتواصل معاه، حتى ولو ان هذا الانسان قد يسبب لي في البداية ألم، ولكني انتهيت في الشغل جوايا، انا ابتديت اشتغل جوايا علشان اقدر اوصل مع نفسي الى حالة من التحنن علشان اقدر اتواصل وانا مرتاح داخليا، وانا حاسس ان انا اللي بستفيد، انا اللي بستنير، انا اللي بغير من هذه الصورة وهوية المؤثر، وبتغير ايضا علشان اعمق المبادئ المسيحية الاصيلة الى فكر المسيح. وابتدي هنا اشوف الاخر من منظور هو شايف ايه. يمكن في الحالة دي تكتشف في نفسك انك يمكن انت عملت حاجة ما كانتش فعلا على الصواب، وممكن تكتشف انه تعبان، ممكن تكتشف ان الاخر ده يحتاج منك كلمة تهدئة، يمكن ده انفعال نفسي لضغوط نفسية عنده، ويمكن تبتدي تحط هنا دايرة كبيرة من الاعذار اللي ممكن الانسان الاخر يقع فيها. وحتى ولو لم تجد له عذرا مقبولا عقليا او عذرا مقبولا اجتماعيا، فانت صورة المسيح، فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. فبالتالي هنا انت ايه؟ انت بتعمق في نفسك صورة المسيح. يبقى الفايدة جت فين؟ جت لنفسك، حتى لو الاخر ما يكون. وعشان كده بولس الرسول ابتدى يكلمنا من انت يا من تدين عبدا ليس لك، هو لربه يقوم او يسقط، هو لربه، ولكن الرب قادر ان يثبته. بالتالي هنا انا الدوائر الخمسه اللي دخلت فيها واحده ورا الثانيه ابتديت احول مفهوم الادانه من الدائره الاولى سواء الادانه، ودخلت في الدائره الثانيه ملامه النفس، بس دخلت في الدائره الثالثه المحوريه وهي ضبط النفس، وابتدي اتغير بقى، ادخل في الدائره الرابعه تحقيق المبادئ، تثبيت المبادئ، واروح ماشي بيها ورايح على دائره فكر المسيح. يبقى من الادانه الى التحنن الى فكر المسيح. لو وصلت لفكر المسيح هتبص تلاقي نفسك بتقول ايه؟ المحبة لا تظن السوء. بهدوء شديد انت ابتديت شلت السوء اللي موجود، سوء الظن اللي موجود في الاخر، وابتديت تحوله هو يكون من يكون، هو يكون من يكون، ولكن انا اللي بتحمل مسؤولية نفسي. كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه، بيتحمل مسؤولية أخطائه، وبيتحمل مسؤولية مشاعره، وبيتحمل مسؤولية تفكيره، بيتحمل مسؤولية مبادئه. وهذه المسؤولية ليست مسؤولية مجتمعية فقط، إنما هي أيضا بالمقام الأول هي مسؤولية سماوية، لأنه ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما صنع بالجسد إن كان خيرا أم شرا. إذن هي مسؤولية حياتية، لأنك في الحقيقة لن تحاسب على ما يفعله الآخرين بك، ولكنك ستحاسب بكل تأكيد على كل كلمة بطالة تقولها أنت وليس الآخرين. فبالتالي إذا كانت هي مسؤولية فمن باب أولى أن أنا أهتم بتحويل السوء، تحويل الظن السوء، تحويل المؤثر الخارجي السلبي إلى محبة،
إلى فكر المسيح، إلى تحنن عشان أقدر أتواصل معاه. وبالتالي هنا تبص تلاقي الظروف المحيطة بيك هي تحت سلطانك أنت. فالمحبة لا تظن السوء غير مرتبطة أبداً بالمؤثرات الخارجية، ولكنها مرتبطة بالمقام الأول في كيفية إدارة هذه المنظومة داخل نفسك، كيفية إدراكها، كيفية التعامل معها، وبالتالي تقدر تخش من دايرة إلى دايرة. وعشان كده لما بولس الرسول بيحط لنا هذه الصورة، المحبة لا تظن السوء، إنما يضعنا في المقام الأول في مواجهة مع أنفسنا. الآخر ما هو إلا مؤثر خارجي، يكون من يكون، والآخر بالنسبة لنا هو في دائرة الحب. لا يوجد إنسان، لا يوجد إنسان مخلوق على صورة الله، فجميع البشر مخلوقين على صورة الله، فلا يوجد إنسان مخلوق على صورة البشر خارج دائرة الحب التي أحبنا بها الله. فإذا كان كل إنسان هو في داخل دائرة الحب، محبة الله تشمل الجميع، داخل دائرة الحب، ليه أنت تطلعه خارج هذه الدائرة بتفكيرك؟ واوعى تفتكر أنك لما بتعمل كده الناس يبصوا لك أنك ضعيف، بل بالعكس، ده ما لا تظن السوء، محبة لا تظن السوء هو في الحقيقة عمل قوة الله فينا، عمل روح الله القدوس فينا، وبالتالي هو استعلان لقوة الله ومحبة الله فينا. بالتالي هنا انت محتاج تشوف نفسك كل مرة، تحتاج تدرب نفسك عليها. أتمنى ان انت لو خدت الخمس دوائر دول، وكل مرة حد يضايقك، حد يسمعك كلمتين ما عجبوكش، ادخل جوه نفسك شوية وخد لك خمس دقايق، عشر دقايق، ساعة، ساعتين، زي ما تاخد، وادخل وقعد اكتب كده مع نفسك الدايرة الأولى أنا عملت إيه، أو حتى مش عايز تكتب، فكر، كل واحد بحسب طريقة تفكيره، فكر وخدهم كده واحدة واحدة وادخل بيهم لغاية ما توصل إلى دائرة فكر المسيح، التحنن، اتواصل، شوف الآخر فيه إيه، ظروفه إيه، وتحنن عليه، وبعد كده هتبص تلاقي حكمك على هذا المؤثر بيختلف تماما. كتير من الأوقات أنا بستمتع الحقيقة إن أشوف أنا ابتديت بإيه في مؤثر من المؤثرات، وادخل مع نفسي كده اقول ايه ده، ويبقى الواحد كده ايه متضايق، وبعد ما ادخل مع نفسي في الدوائر دي وانتهي بيها كده اقول له اشكرك يا رب انك انت دخلتني في دي علشان اتعلم حاجه جديده، واثبت صورتك فيا، اثبت فكرك فيا، اثبت حياتي فيك، علشان كده بفرح. عشان كده معلمنا يعقوب الرسول قال ايه، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعوا في تجارب متنوعة، لأن التجربة دي لازم تاخد إيه؟ هي لازم تتم، لأن دور التجربة هو إيه؟ كمالك، لكي تصلوا إلى الكمال، علشان تكمل. ولو أنت ما دخلتش في دول مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تنمو إلى النضوج اللي المفروض توصل إليه، تصل إلى الكمال اللي ربنا عايزنا فيه. ربنا يدينا إن إحنا نفهم كلمة الله ونعمل بها، ونفهم يعني إيه المحبة لا تظن السوء. ربنا يديكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.